سؤالنا الاجتماعي العدد اليوم يقول: ما هي اللحظة التي كلما تذكرتها تبتسم وتضحك؟ بلك عشت موقف ولا كل ما تذكره الآن تكون قاعد وحدك تبدأ تبسم وتضحك. هاترف نط في الليل، كنت نوض في الليل أنا يحكي نرقد، كنت نبعت مع عمتي نشفى لها خطرة بون صون تيليفون فيكس، هيا جات ريبوندات، كي جات قلت لي أروى تغلق الباب، هيا طبا وأنا نطبا باش نفتح نروح عندها. ليسونسيال بزاف كاين بزاف صوالح تاع نهترف في الليل بزاف انا. يعني هذه اللحظه اللي مازالك تتذكرها؟ هذه هي دائما كل ما نقعد نتفكرها. كنت تديرها لهم دائما؟ دائما، خاطر راني نقول لك فتحت الباب وخرجت برا الصباح يا انيس هما في الدار 12 تالي راقدين، جا بابا دخلني قال لي واش بيك بصح؟ قلت لهم يعيطوا لي صحابي. دائما تدير لهم هكذا مواقف؟ دائما كل نهار هكذا، كل نهار حكايه جديده. يعطيك الصحه، هذه المواقف ما يتنساوش. ما يتنساوش عاد سي بيان. في داركم يقعدوا يفكروك فيها؟ يقعدوا دائما كل ما نقعدوا هكا في طابله نتعشى ولا شيء يبداوا يتفكروا يجبدوا شو ما الضربه هذيك شو ما. ومازالك ديرها لهم حتى لدوكا؟ لا دوكا لا لا، دوكا راني نهضر شاني ندير في النهار راني نعاود لهم خطرات في الليل. تعاود الحكايات. يعطيك الصحه.